السلام عليكم، اسمي حميد علي احمد. انا كنت موجود يوم حادث المنصه. بصراحه كنا موجودين هنا كلنا سلميين، ما كانش معنا اي وسائل عنف ولا اي حاجه، وكنا بنهتف بنقول الشرعيه، عايزين الشرعيه وعايزين الرئيس مرسي يرجع لنا تاني، لان احنا انتخبنا مجلس الشعب وانتخبنا مجلس الشورى وانتخبنا الدستور وانتخبنا الرئيس. كنا موجودين لحد كوبري هناك ماشيين سلميين، كوبري 6 اكتوبر، والساعة 10:30 بدأوا يرموا علينا مولوتوف واللي هم البلطجية و بتاع، والشرطة كانت وراهم برضو بتقويهم، وكانوا ضربوا علينا غاز مسيل للدموع، وكان غاز شديد جامد. كل ده ما خوفكش انت تنزل برضو؟ لا لا والله العظيم اقسم بالله، انا كنت في رمسيس وبعد كده جيت تاني، جت بعد حادث رمسيس جينا هنا حادث المنصه، وجيت تاني برضو في العيد اهو، دي بعيد هنا ان شاء الله. كل عام طيبين.